نازلي؟ صباح الخير. صباح النور. فكرت إنه بتكون بالشغل بهذا الوقت. ما رحت. أنا فايتي على المطبخ. نازلي. كان مبارح يوم حلو. معك حق. نازلي. نازلي حبيبتي. يلا خلص الحلم. نازلي فوتون، شو عم تساوي هون؟ شو صار لك؟ شو عم تساوي يعني؟ اجيت فايقك حبيبتي. اول مره بشوف حدا بيفيق الثاني وهو واقف فوق راسه هيك. كان فيك تفيقيني وانتي واقفه بعيد. اه والله ما كانت خاطره على بالي هالفكره. لازم ناديلك 18 مره من برا و22 مره من جوا. حقك علي. بلا مسخره فوتون. خلص مو هاد موضوعنا هلا. رحتي امبارح انتي والزلمه وما رجعتوا لاخر الليل. انشغل بالي عليكم. لوين رحتوا وشو عملتوا؟ احكي لي بالتفصيل. شو قصدك بشو عملنا؟ رحنا لعند عمي قدير واكلنا هنيك. بدك تقنعيني كل هالوقت كنتوا عم تاكلوا نازلي؟ حبيبتي فوتون، تذكري انه في مخلوق اجا وفيقني بكل لطف من شوي. شو رايك تعطيني وقت لحتى صحصح وبعدين بجاوبك على كل شيء؟ ايه لكان رح استناكي هون. استعجلي. بدر، شو رأيك ميسة تعمل لك سندويشة صغيرة بالمربى؟ شو بتحب؟ مربى البردقان أو الفريز؟ أنا ما بحب المربى بنوب. طيب، شو رأيك تعمل لك شي تاني؟ ما بدي أكل شي، بدي أحكي مع خاله فريد. يا روحي، خالك هلأ بيكون مشغول. بس أنا رح أحكي معه شوي، ما رح أطلق أبداً. وبعدين خاله ما بيزعل مني حتى لو حكيته هو بالشغل. يا الله يخلي لك إياه. يا روحي، خالك فريد اليوم عنده اجتماع كتير مهم بالشركة. دقيت له كتير وما رد علي. شو رأيك نتصل فيه بعدين؟ يلا حبيبي خلينا ناكل هلأ. قلت لكم ما بدي أكل شي، ما أنا جوعانة بنوب. أنا رايح على غرفتي. بدر أنت لازم تاكل، تعال كمل فطورك. لا تاكلي هم يا خانم، أنا رح طعمي بغرفته. شو بدنا نساوي هلأ؟ المفروض أنه الراضي قبل موعد المحكمة. لو سمحنا له يحكي مع فريد مو كان أحسن؟ لا حبيبتي، شو المناسبة؟ ما بدنا يلعب بعقل الولد ويستخدمه ضدنا بالمحكمة، وقتها رح نخسر كل شيء. أنا ما بوثق فيه أبداً. إيه والله مزبوط. بدر ولد صغير ولعبة صغيرة ممكن إنه تاخد له عقله. خلي ميسة تاخده مشاوير وتشتري له ألعاب أو أي شيء بده إياه. المهم عندي هلأ تمرق المحكمة على خير وناخد الوصاية. قلتي لي رقصتوا ها؟ كنتوا لحالكم؟ لا مو لحالنا، كان في صحون وسكاكين على الطاولة. طبعا لحالنا فتون، شو هالسؤال؟ باسك شي؟ ها؟ يلا اعترفي. يلا احكي لي. باسك مو هيك؟ ها؟ مزبوط. شو؟ انت رفيقتي فتون وما فيني اخبي عنك. شو صار بعدين؟ احكي. كنت مغمض عيوني وحسيت انه قرب مني وباسني وكان عم يلعب لي بشعراتي، وبعدين ركع قدامي على ركبه. وشو صار بعدين؟ ايه وطلع بعيوني. بتعرفي شو صار؟ سمعت شي بايده عم ينفتح. خاتم صح؟ ايه خاتم بياخد العقل فتون. يا الله. تن 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 تن. ايه وبعدها شو صار؟ وفيقتيني. بتعرفي هالشغلات ما بتصير الا بالاحلام. يا الله نازلي، من فئتك غليظه. وانا هيك عم اقول. كنت مفكره انه صار شيء حقيقي بينكم بعد الرقص. يصير شيء مثل شو لك فتون؟ شو بتتخيلي ممكن يصير؟ لتكوني مفكرتينا انه مراهقين.
نحن راشدين. رح تجنني، بلشوا رفقاته هلا راشدين. مو معقولة أنت وأفكارك. لمعلوماتك الراشدين ما بيرقصوا تحت ضوء القمر وبيقعدوا بجو رومانسي حبيبتي، اتفقنا؟ هاد إله تفسير واحد ما في غيره، ولهيك لا تلفي وتدوري. ماني حابة أفكر بالموضوع، وخصوصا بعد الورطة اللي ورطتني إياها الست المحترمة نورمان. شو يعني؟ فتون يلي عملته نورمان ما رح يمرق على خير أبدا. أنا واثقة إنه الموضوع رح يكبر ويخرب الدنيا فوق راسي. آه والله معك حق، مظبوط. إيه الله يستر. هاي أكيد عليا، عنا بروفا هلا. طلع بإيدك تضحكي علي. أهلا وسهلا حبيبتي عليا، إجيتي بالوقت المناسب. خير شوفي من الصبح؟ بصراحة كنا عم نحكي عن حياة نازلي الخاصة وخصوصا مبارح. قصدي إنه كنا عم نحكي عن تصميم الفستان اللي بدها تخيطه فتون. فريد بيك؟ ها شفتي؟ مو بس أنا، الكل ملاحظ إنه في تفاعل كبير بيناتكم. تفاعل؟ معناتها أصحكم يصير انفجار. خلصنا بقى. يعني أنتوا كتير لابقين لبعض، وبعدين مشاعركم واضحة كتير. آه سمعتي شو عم تقول؟ شو هالحكي؟ حلو كتير. لا تنسوا إنه أنا ومديري فريد بيك اتنين راشدين، تربطنا صداقة قوية بالإضافة لعلاقة العمل. رح تجنني. بعدين لازم تعرفوا منيح يا بنات إنه أنا عم أكسب منيح من وظيفتي عند فريد بيك، مو هيك فتون؟ إيه يلي قالته نازلي مزبوط. غير هالشي موضوع اللغة اليابانية، أنا فيني أعمل أي دورة وبأي وقت كان، وفتون بتعرف قديش اتطورت باللغة. إيه عطول بتسجل دورات بمصرياتها. والأهم من كل هاد إني عم جمع مصاري لأفتح المطعم اللي أنا بحلم فيه من وقت طويل. رح يصير عندي مطعم مو؟ إن شاء الله يا روحي. بتعرفوا شو خطر ببالي؟ ما في بنت بحياة فريد من وقت طويل، وقال لك أنت عرفت. أكيد عم يستنى وحدة تكون مناسبة. ومين رح تكون يا ترى؟ أنا بدون منافس نازلي. برأيي إنه أنتوا حلوين ولابقين، شو رأيك؟ طبعاً عليا. شو رأيكم؟ تروحوا هلأ تتسلوا بحدا غيري؟ مو تسلاية، هذا زكا. هاد مو زكا فتون، هاد اسمه حكي فاضي. حاجتكم تخريف وتركوني بحالي، وشيلوا هالفكرة من بالكم. بكرة منشوف آخرتها. عم تنكر الموضوع؟ لأنه جبانة. أنا جوعانة، بتاكلي معي؟ مو جاي عبالي، بس باخد خياره. ايه مفيد الخيار. ايه منيح اللي عملته، كتير مهم انه ما يتشوش بدر ويقول للقاضي انه مبسوط عندكم. كلامك مزبوط، المشكلة انه حساس زيادة عن اللزوم وبيزعل فورا، وخايفة وقت يشوف القاضي يقول له انه مزعوج هون، لانه بصراحة لسه ما تعودنا نتعامل معه. طمني، طبيعي تكون العلاقة بيناتكم بهالشكل، يعني لا تتعودوا على بعض، بس في نقطة لصالحكم انه انتو عائلة وبتقدروا تربوا بدر ببيئة صحيحة. على كل حال هذا الشيء نحن بنعرفه وواثقين انه الولد رح يكون مبسوط كثير بالعيشه معنا. خلينا نحكي بشيء ثاني، قصدي بالموضوع الاساسي، موضوع فريد اصلا. نحن لازم نبين للمحكمه انه فريد اصلا نسونجي وغير مسؤول، علاقته هي للتسليه بس، هذا غير جو البيت غير المريح. هاي هي المواضيع اللي لازم نحكي فيها. عندك شيء يفيدنا بهذا الموضوع؟ عندي، وصلنا لشخص بيعرف كل شيء عن حياه فريد بيك الشخصيه. هو رفض يشهد، بس دلنا على وحدة ممكن تكون نقطة ضعفه لفريد بيك. رح نتواصل معها عن قريب ونجيبها لعندك. ممتاز، معناته فهمت علي شو بقصد، انت محامي كتير شاطر وعندي أمل فيك. اجا وقت الحساب يا فريد. نازلي؟ صباح الخير. صباح النور. فكرت انه بتكون بالشغل بهذا الوقت. ما رحت. شو القصة؟ بس ما تكون مريض. انا منيح، بس محضر لك مفاجأة. مفاجأة إلي؟ ايه. شو هي؟ اذا خبرتك بتبطل مفاجأة، هلأ بتفوتي وبتشوفيها. هي هون بالبيت؟ دعي معي.
فريد بيك جبت حدا يشتغل مكاني؟ صباح الخير. مرحبا. مرحبا أنا ناضي. أنا هزار. فرصة سعيدة. ماني مصدقة اللي عم شوفه أبدا. رح تعملوا ورشة الطبخ هون نازلي. السيد هزار عنده شغل اليوم بس وافق يجي لهون فترة الصبح لأني حكيت له قديش أنت مغرمة بالطبخ. ما بعرف شو بدي أقول. لا تقولي شي بنوب، كنت حابب أشكرك لأنه اهتميتي فيني وقت مرضي. بتشكرك. يلا استغلوا الوقت. يلا نبلش فورا. عليا شو رأيك بهاد؟ ليش ما منضف له شغلات ملونة؟ يعني الألوان بتخليه أحلى. قصدك تفاصيل لتضف له جمال أكتر؟ استني شوي رح ساوي شغلي أكيد رح تعجبك. أنا بفتح خليكي. عن جد عليا أنت أوحيتي لي بفكرة كتير حلوة. سعيد شو عم تساوي هون؟ أنت شو عم تساوي هون عليا؟ عم صمم فستان عند فتون. عليا مين اجا لعنا؟ تفضل. لا تفضل فوت. بس بوتك لازم تشلحه هون لو سمحت. ايه مو مشكلة. أهلا وسهلا. لا تواخذنا كنا مشغولين ولهيك البيت مكركب. أنا لازم روح هلا. عليا لوين رايحة؟ ما خلصنا شغل. لا تروحي هلا لو سمحتي. لك لا تتركينا لحال. فوتي لعنده لشوف بسرعة. تشرب شي؟ ما بتفرق. قدرتوا تجمعوا لي معلومات بخصوص راكان؟ ممتاز. تمام. بشوفكم بالشركة ومنحكي. شو إجازة اليوم؟ لا مو إجازة. وإنت؟ صراحة اتصلت بنازلي كتير وما ردت علي. انشغل بالي فقلت بجي لهون. نازلي مشغولة شوي. بشو؟ مشغولة بضيف عنده. الشيف المشهور اللي نازلي حكت لنا عنه. أماني؟ ايه هو اجا لعنا اليوم الصبح وهلأ عم يشتغلوا مع بعضهم. شوفوا شو عملنا. تفضل. شكرا. صحة وعافية. لشو هالابتسامة؟ لأنه هي أول مرة بشوفك هيك. كيف؟ ما فهمت والله. بقصد على طبيعتك يعني. وهيك أحلى طبعاً. مرسي. أنا ما خدعتك صدقني سعيد. فتون هي نفسها من وقت ما التقينا لليوم. على فكرة بيتكن كتير حلو. شكرا. أه
هلأ في موضوع بدي أحكي معك بخصوصي أنا وأنت، وخاصة أنه على طول رح نلتقي بما أنه عنا أصدقاء مشتركين. إيه معك حق. بصراحة عندي طلب واحد فتون، يعني فينا أنا وأنت نكون واعيين أكتر شوي ونتصرف مثل الناس الناضجين وقت نلتقي ببعض، ونحاول نكون أهدى. طبعاً إيه، وبوعدك وقت نلتقي ببعض كون أهدى وما ضايقك أبداً، يعني ما في داعي للتوتر، وأساساً أنا ما بحب هالأجواء. وأكيد طبعاً مو مثل أول لقاء بيننا. إيه مزبوط سعيد، لأنه مستحيل إنه أتصرف مثل الأول. إيه مزبوط، خلص اتفقنا. أنا صار لازم روح. بس أنت هلأ إجيت وحتى العصير تبعك ما شربته. شكراً كتير، بس عن جد مستعجل. انبسطت لأنه شفتك منيحة. وأنا انبسطت كمان. شو هاد اللي صار؟ كانت حركة حلوة من فريد بيك عن جد، يعني قديش تعذبت لحتى جبت لي الشيف هزار أماني لهون. حلوة كتير هالمفاجأة. أول مرة حدا بيتعب حاله كرمال كون مبسوطة، وما بتوقع بنوب إنه في شي ممكن يخليني فرحانة أكتر من هالمفاجأة. عم تبالغي شوي. لا عم بالغ ولا شي. شو ما عطيتوني رأيكم طيبين؟ ممتازين. عم تبالغ شوي مو هيك؟ لا عم احكي جد. كل هدول لا تخلي شي بصحنات. ماشي تمام، أنا خلص شغلي. معناته خلينا نمشي لأنه أنا تأخرت على الشغل اليوم. أنا رح أضل هون شوي، محتاج نازلي بموضوع مهم. بخص الأكل. خاطركم. الله معكم. شكراً كتير لإلك، كانت تجربة كتير حلوة. نازلي أنت شاطرة، حاولي تطوري حالك شوي ورح تنجح بشغلك أكيد. اتفقنا؟ شكراً كتير إلك شيف. يلا بالإذن، مع السلامة. معقول هاد حلم يعني؟ لا مو حلم، واقع. المشروع لازم يتسلم بالوقت المحدد حتى لو زدنا ساعات الدوام، لأنه ما رح أقبل أي تقصير. أكيد فريد بيك. حطوا خطة لنحكي فيها بالأسبوع الجاي. حاضر يلا. فريد بيك، طاهر بيك وصل. فوتي أهلا وسهلا. أهلا فيك. توقعاتنا طلعت بمحلها فريد بيك، راكان بيك طلع متورط. بس لحظة، إقبال خانة ممكن تعطي نورمان معلومات عن تاريخ الشركة؟ طبعاً فريد بيك. أنا أخذت كل المعلومات من النت فريد بيك. في معلومات عنا مو موجودة على النت. تفضل عود. شكراً. خلص فيك تروحي هلأ وبترجعي بعدين، وحاولي تكوني قبل موعد الاجتماع الثاني. شوفي بين إيدينا. الملف كتير كبير فريد بيك، هو حدا مدمن على القمار وعنده مكانه الخاص للعب، وطبعاً المصاري اللي بيآمر فيها جايبة من عمليات التهريب. ها مثل ما توقعت. عرفتوا وين بيحط المصاري اللي بياخدها من هدول المهربين؟ أكيد رح نعرف هذا الشيء عن قريب فريد بيك. الشرطة عم تراقب كل تحركاته، بس هو حدا كتير حذر، ولحد هلأ ما قدروا يثبتوا عليه أي شيء من التهم. كل المعلومات اللي معنا ما لقيمة بنوب بدون أدلة، قدرتوا تمسكوا أي دليل؟ للأسف فريد بيك ما في ولا دليل. لازم نوصل لأدلة واضحة بخصوص كل القصص الوسخة اللي عم يعملها. اليوم وصلتنا معلومات عن مستودع له علاقة بعمليات التهريب بالمنطقة. الشرطة أكيد رح تداعم هالمكان، وغالباً رح يكون هالمستودع له علاقة براكان. ماشي، خليكن عم تلحقوا الموضوع مني. تمام.
فريد رح تزبط ورح تكون الأمور لصالحنا بكرة بالمحكمة. بتمنى. يلا نكفي شغل. شوف هلأ هون، بما أني فتحت هيك شغل فليش ما يكون له فايدة؟ بشو عم تفكر؟ عم فكر أنه استقبل هواة طلاب جامعات وعازفين بالشوارع، ناس مو ملاقين فرصة، بخليهم يجوا يعزفوا بالبار. ممتازة الفكرة، يعني في كتير شباب موهوبين وما بيلاقوا مكان يعزفوا فيه. بالضبط، وأنا عم حاول أدعمهم. بالنسبة لموضوع الأكل رح أتركه عليكي. ولا يهمك، عندي اعتبره منتهي، بس بالأول لازم أدرس الموضوع شوي لأشوف شو ممكن أقدم. يعني طبعاً معك حق. معناته اتفقنا. اتفقنا. نازلي، في موضوع تاني بالنسبة لعلاقتي أنا وعليا. كنت ناوي أنه أحكي لك عن الموضوع بصراحة وبشكل مفصل، بس مشروع البار أخذ مني كل وقتي ولهيك ما صح لي خبرك. عزيز، مو مضطر أنه تخبرني بهالموضوع أبدا. يعني ما بيهمك الموضوع؟ اللي كيف رح تلاقي هالشباب الموهوبين؟ أنا رح خبر الناس اللي بعرفهم وهن بيخبروا معارفهم، وطبعاً اتفقت مع شركة للإعلانات. السوشيال ميديا كتير مهمة. رح يكون المشروع حلو كتير. لازم روح. طيب بشوفك. أكيد بشوفك. نورمان، بدي شوفك ضروري بصراحة. لازم نحكي بشوية قصص ونتفق عليها أنا وأنتي. أنا آسفة، مشغولة اليوم. نورمان حبيبتي، أنا لما أطلب منك شيء أنتي لازم تنفذي فوراً، لأنه يا روحي هذا مو طلب، هذا أمر. ولا نسيتي نحن شو اتفقنا؟ وين بشوفك؟ ممتاز. زلمة جاب لك شيف من اليابان وبعدك عم بتقولي ما في شي بيني وبينه؟ ست نازلي مو معقول عن جد، كذابة. فتون حاولي تفهميني شوي، هزار أماني ساوى سوشي، بس هو مو ياباني، إيراني. إيه لا، لكان شو عم بيساوي هذا الشيف بأنطاكيا؟ لك فتون شو صاير لك؟ هو إيراني وعايش بأنطاكيا، مفهوم؟ وبعدين مو هاد موضوعنا فتون، فريد بيك ساوى هيك ليشكرني بس كأصدقاء مو أكتر. إيه أكيد أصدقاء حبيبتي، ليش مين عم بيقول غير هالحكي؟ كأنك مو مقتنعة بهالحكي؟ شو الموضوع؟ إيه حب يشكرني وشي طبيعي بالمقابل أعمل له أكل طيب؟ لأشكره على المفاجأة الحلوة. عن جد إنك أنت ويا مجانين نازلي. هو جاب لك الشيف ليشكرك وأنت عملتي له أكل طيب لتشكري، وهلأ هو رح يعمل شي ليشكرك. إيه ورح تضلوا هيك دائما يعني؟ أنا برأيي اعترفوا لبعضكم حتى تخلصوا من هالقصة بقى. نازلي خانم، لو قبلتي أو ما قبلتي شعورك تجاه فريد بيك اسمه حب. فتون مو ناقصتك، أنا مشوشة ومو عارفانة شو ساوي، خلصينا. غيري الموضوع، لا تحكي لا عن فريد بيك ولا عن الصداقة ولا الحب ولا عن أي شيء له علاقة بهالأمور. تفضلي احكي عن أي شيء تاني غير هالقصص هاي. يلا غيري السيرة. أنا وسعيد تصالحنا. عن جد؟ إيه والله، وأنا مثلك تفاجأت، بس هذا اللي صار. شو اللي صار معك؟ إجا لهون. أنا كنت عم أشتغل وعليا عندي رن الجرس. عليا مين إجا لعنا؟ تفضل. لا مو معقول، انصدمت وكنت رح طير من فرحتي بس ما بينت له. أهلا وسهلا. يعني هيك كان عم يمشي على مهله، وهيك كان باين عليه إنه متضايق وخجلان، وقال إنه نحن عنا كتير رفقات مشتركين وممكن نلتقي وين ما كان، وخاصة إنه على طول رح نلتقي بما إنه عنا أصدقاء مشتركين. إيه معك حق، وقال إنه وقت نلتقي نحاول نتصرف مثل الناضجين، مثل الناس الناضجين وقت نلتقي ببعض
ونحاول نكون أهدى. وأساساً أنا ما بحب هالأجواء. أنا قلت له طبيعي، يعني نحن واعيين سعيد، وأكيد أنا ما رح ضايقك بنوب. وأكيد طبعاً مو مثل أول لقاء بيننا. إيه مزبوط سعيد. وبعدها قلت له أنا أكيد ما رح كرر اللي عملته أول مرة، ومستحيل ساوي هالشي بنوب، لأنه مستحيل إنه أتصرف مثل الأول. إيه مزبوط. خلص اتفقنا. وأنا عم حاول أفهم الموضوع لقيته حمل حاله وراح وقال عنده شغل. أنا صار لازم أروح. بس أنت هلأ أجيت وحتى العصير تبعك ما شربته. لا تزعلي فتون، يعني هاد اسمه انفصال. كيف يعني؟ شو هاد اللي صار؟ شو هالحكي؟ نازلي معقول يعني؟ أنا ما فكرت هيك أبداً. يا الله، يعني نحن انفصلنا عن جد؟ مو مصدقة. لا، والمصيبة كمان عندي شغل اليوم المساء، بدي روح على الكافيه وعادة مراد بلش اشتغل عندهم. كيف بدي روح بعد هالخبرية؟ فتون برأيي روحي، منه ما بتخلفي بوعدك ومنه بتشغلي حالك شوي. لا تضلي هون لوحدك، روحي وتسلي. نازلي أكيد يعني نحن انفصلنا؟ لا، يمكن أنا فهمانة غلط. رح نصير نلتقي أنا وياك كتير من اليوم ورايح، ورح تخبريني بكل شي بيصير بالشركة بالتفصيل، وأي شي بتحسي إنه بفيدني بتجي وبتخبريني إياه فوراً، مفهوم؟ أي، وكيف بدي أعرف شو الشي اللي بفيدك وشو الشي اللي ما بفيدك؟ شو هالحكي نورمان؟ واضح إنك بنت كتير ذكية، وأكيد صرتي بتعرفي أنا شو هدفي وشو المواضيع اللي بتهمني بالشركة. أكيد ما عم أطلب تجيبيلي معلومات اليوم، بالأول لازم تكسبي ثقتهم وبعدين لحالهم بيسلموكي كل شي. ديما خانم، انت هيك عم تستخفي بقدراتي؟ معناته بتعرفي شي مهم؟ اليوم كان أول اجتماع لي بصفتي مساعدته لسعيد بيك. بالله جد؟ ممتاز. بآخر الاجتماع وصل واحد، طبعاً مو موظف في الشركة، وأول ما وصل قام فريد بيك وطلعنا من الغرفة وضل هو وسعيد بيك لوحده. اسمه بظن طاهر، ماهر أو هيك شي. طيب عن شو حكوا بالضبط؟ في شي مهم؟ حكوا عن راكان بيك. والله يا خانو، بظن إنه عم يتحروا عنه. وشو سمعتي كمان نورمان؟ بس هدول طبعاً لهلأ. برافو عليك يا حلوة، شو هالبداية القوية هاي؟ فيني أرجع هلأ على شغلي لأنه بحب كون دقيقة بمواعيدي. من عيوني حبيبتي. أحمد، لازم نوصل نورمان خانم على شغلة بسرعة. يلا. عزيز بيك، هاي المعلومات جاهزة، في أسماء الفرق اللي اشتغلت معنا، وطبعاً الأرباح بكل أسبوع، وفي كمان أسماء العمال. أهلا وسهلا. أهلا أستاذ عزيز. واضح إنه عنا نقص بموضوع العمال، دور على ناس محتاجة هالشغل. مزبوط، في تقصير بهالقصة ورح نحاول نحله، بس المشكلة إنه المدير القديم كان مشغول بقصص تانية وما اهتم بهالمواضيع، هذا السبب. طيب والبار؟ يعني عم بتعاون أنا ورفيقي بالشغل فيه. عنا مشكلة بالموظفين اللي إجوا، بيشتغلوا كم يوم وبعدين بيمشوا، يعني ما حدا عم يستمر معنا. لازم نستعجل شوي بالموضوع، خليني خلص كم شغلة وبشوفك. تمام، بالإذن. ألو. نعم. طيب ماشي. شو الأخبار طاهر؟ وصلني قبل شوي خبر مهم، الشرطة داهمت المستودع يلي حكينا عنه وناطرين نتيجة التحقيق. ممتاز، راكان هلأ بورطة كبيرة، بس إن شاء الله ما ينفذ منها هالمرة. الشرطة أخذوا احتياطاتهم مشان ما يشك، وإن شاء الله الأمور لصالحنا. خلينا نشوف شو رح يصير، وأنا رح خبرك بكل شي بالإذن منك. ماشي. Thank you.
الشركة يلي رايحين عليها هي شريكة جديدة لإلنا. كان المفروض إنه يكون موجود واحد من خبراء المشروع بالاجتماع، بس الكل مشغول. بموضوع بدر؟ إيه، هذا الموضوع لازم ينحل بأسرع وقت، وطبعا هالشي كان من حظك نورمان. محظوظة. بقصد ما رح خيب لك ظنك. المهم إنه تستفيدي من وجودك معنا اليوم، بدي تسجل ملاحظاتك على ورقة. نورمان، قد ايش صار لكم انتو وفتون بتعرفوا بعض؟ من وقت قمتك يا سعيد بيك؟ مزبوط. هي بنت ظريفة، مع انه غالبا ما منتفق. كيف يعني؟ ما فهمت. قصدي عندها طاقة زيادة عن اللزوم، احيانا كتير بضوج وبقلها مشان الله فتون من وين بتنطفي، بس انا ما بحب زعلها. هذا غير انها ما بتاخد الامور بجدية ابدا، لدرجة انه بتتعامل مع اي موضوع بيولدني، ولهيك الناس بحسوها بنت مو طبيعية. بنوب بنت مو طبيعية؟ ايه بصراحة ما هون حق. مثلا سألوها بالمقابلة سؤال بيتكرر كتير، انه وين بتشوفي حالك بعد 5 سنين وشو هي مخططاتك؟ فتون وقتها ما سكتت وبلشت تحكي وتحكي وتحكي، يعني قالت لهم مخططاتها 15 سنة لقدام مو 5 سنين. فظيعة كانت عن جد، مجنونة، ومع هيك ما فيني اقعد من دونه، يعني جنانة حلو احيانا. شكرا فتون. منيح اجيتي عليا، والله كنت رح موت او ارتكب شي جريمه. شوفي، ولا شي محدد، بس الوضع بالعموم ما عم لاقي شغل غير بالكافيتيريات، وهالشغل كتير بكرهه. زباين ما بينطاقوا بنوب. تخيلي في زبونه عصبت لانه في صوص بالهمبرجر مع انه مكتوبه بقائمه الاكل. همبرجر مع صوص، يعني اذا مكتوبه مع صوص بده يكون فيها رز مثلا. مو طبيعي. لا توجعي راسك، شو صاير معك؟ باينتك متضايقة. ايه بصراحة متضايقة كتير، ما بعرف. بس فتون، هاي وجبة الهمبرجر الجاهزة، تفضلي. تمام، وجبة همبرجر بالصوص من دون صوص. ما رح طول، رح وديها وارجع. ليش هيك صايرين؟ والله ما بعرف شو السبب. هيك وصلت الوجبة. تفضلي الهمبرجر، صحة وعافية. لو سمحتي يا أنسة، كأنه حاطين بقلب الهمبرجر كاتشب ومايونيز؟ بالنهاية هاي وجبة همبرجر. بس أنا قلت لكم ما بدي صوص. مزبوط، ونحن قمنا الصوص يلي بيجي مع الوجبة. وهدول شو اسمهم يا أنسة؟ ولا لازم أشرح لكم كل شغلي أكتر من مرة؟ يعني بدك وجبة من دون كاتشب ومايونيز ومن دون الصوص يلي بالقائمة، ما هي؟ تماماً. معناته أنا عندي فكرة، رح آخذ الوجبة وأملك منها المايونيز والكاتشب واللحمة والخس وباقي المكونات، ورجع لك إياها خبز ناشف. شو رأيك؟ مو فكرة كتير حلوة؟ عمران؟ انتو هيك على طول بتعاملوا زباينكم؟ لا مو هيك منعاملن، رح ورجيك المعاملة على أصولها. وين راحت؟ لا ما شو قلي لي فتون. رؤي شبها، رح ساوي لك همبرجر بحياتك ما أكلتيه. أنا بسمع إنه الهمبرجر المزبوط بيكون فيه مايونيز. لا لك فتون، وبكتروا خردل كمان. انت شو اللي عم بتساوي؟ وما رح ننسى حالي، رح استفرغ. وهيك منكون خلصنا الوجبة. اها، هي هدية من فتون لحضرتك، بتمنى انه تعجبك. حبيبتي صحة وعافية، يلا دقيها لشوف تحت امك. لك اهدي لو سمحتي. انا تاركة الشغل، سمعتني منيح شو عم اقول؟ ممكن تعطيني محرمة لو سمحت؟ شكرا. عليا ممكن تفكي لي المريولة لو سمحتي؟ انت شو ساويت؟ مالك شايفتيها؟ انا استقلت من الشغل، سمعتوا؟ وانتو صحة وعافية. والله هالبنت مجنونة، بهدلتنا قدام الكل وما استرجعت تحكي معه ولا كلمة. خلص واحد جبان عمران. اهلا وسهلا يا خانو. اهلا فيكي. شكرا. ساوي لي قهوة بسرعة وبدي اياها سادة. شو اجت حبيبة قلبي؟ ايه أنا طالع يا روحي. لوين رايح راكا؟ رح روح على الشركة، وبعدين في مشكلة رح حلها أنا وبشير. مشكلة شو؟ موضوع بسيط حبيبتي، لا تشغلي بالك فيه. شو صار معك؟ أنا كنت مع نورمان قبل شوي، وهي خبرتني إنه فريد عم يحاول يجمع معلومات عنك. دير بالك راكان. كيف يعني هو عم ينبش وراي؟ اشرحي لي. ما بعرف شو هدفه من القصة،
بس واضح انه عم يدور على شيء مانو قانوني ليتهموك فيه. انا واثقه انه عم يضيع وقته لانه كل شغلك قانوني، ما هيك راكان؟ راكان حبيبتي، بدي اسالك، انت عم تعمل شيء انا ما بعرفه؟ دي ما حياتي يا روحي، ما رح يطلع بايدهم شيء، اطمني ولا توجعي راسك بهيك قصص. يلا بشوفك. لا تطول. امشي بشير. منين طلعت لنا هي البلوة؟ دول قاعدين عم ينكشوا ورانا، شو رح نساوي هلا؟ أنا برأيي ما نروح على المستودع يا بيك. وأنا كمان هذا رأيي، لازم ما نتهور. كان المفروض تابع الحمولة بالمستودع، بس الأفضل تابع القصة من بعيد. يلا خلينا نمشي. كنت عم حاول أعزفها بهي الطريقة، القطعة الموسيقية صارت مختلفة تماماً، طبعاً بعد ما عزفتها بطريقتك. وقت تعزف أي مقطوعة موسيقية بطريقة مختلفة رح تشوف قديش رح تطور قدراتك. إيه معك حق، لأنه لولاك ما كنا أخذنا هالفرصة. ما في داعي للشكر، أنا ما عملت شيء. حاولوا تتدربوا عليها مع بعض. تمام. خلص. أهلا وسهلا. أهلين عزيز. فتون خير؟ شوفي. واه ولا شي، بس متضايقة شوي. لو بتشوفها كيف تركت الشغل وورجت العالم قيمتهم الحقيقية. تركت الشغل؟ ليش؟ شو صار؟ كنت عم اشتغل بمطعم وتخانقت أنا وزبونة. دوام جزئي لحتى تقدر إنه تطالع مصروفة عزيز. بس بعد اللي صار اليوم مستحيل يرجعوا يرضوا إنه يشغلوني بالمطعم. يعني هلأ خسرت راتبي وخسرت وجبة الهمبرجر كمان. تعي لهون. كيف؟ تعي اشتغلي معنا، يلا امشي معي. بس أنا شو رح أشتغل هون؟ بكرة الشباب بيعلموكي شو تشتغلي. ايه والله فكرة كتير حلوة، وأنا بظن إنه فيكي تختاري أيام دوامك، مو هيك عزيز؟ طبعاً، أنت بتحددي الأيام يلي رح تداومي فيها. وبعدين عندك خبرة بالموضوع. يعني ما بعرف شو رح أقول، فاجأتوني، مو مصدقة. اي لا صدقي. اهلا وسهلا فيكي بفريقنا فتون. يعني ما في مقابلة عمل؟ وبعدين بتقول روحي ونحن بنرجع نتصل فيكي وهيك قصص؟ لا مش الحال. طلعت الواسطة شغلة كتير مهمة وما كنت بعرف يا جماعة. صحتكم. معناتها خلينا نقول لأدريس يورجيكي المكان. إدريس تعال شوي. ايه كيف كان اول يوم تدريب بالشركة لإلك؟ كان كتير منيح، انتبهت على ملاحظات سعيد بيك وسجلتهم. تعرف؟ حاسة حالي بقعدتي هون اني مديرة شركة كتير كبيرة، بيلبق لي مو؟ ايه بيلبق لك، وكمان فيكي تاخدي راحتك. لا اكيد ما رح اخد غفوة هون، بس قصدي هالشعور كتير حلو انه في سيارة تاخدك وبتجيبك وفي شوفير. طارق. نعم. أحياناً بحسك ساذج. ساذج؟ كتير ناس بيقولوا لي هيك عن جد، خاصة رفقاتي المقربين مني كتير، بس لحد هلأ ما بعرف شو بيقصدوا بالضبط بهالحكي. ومين رفقاتك المقربين بالله؟ مثلاً فتون منهم؟ لا ما بذكر إنه حكينا أنا وياها بالموضوع أبداً. أكيد ما رح تحكوا بهيك شي لأنه طول الوقت بتحكوا عن الأكل. ايه يعني الأكل موضوع مشترك، واتنيناتنا منحب نفس الأنواع. أنت معجب بفتون مزبوط طارق؟ لا مستحيل هذا الشي. لا تنسي أنه في علاقة بتجمعها مع سعيد بيك، وهذا سبب بيكفي. والله حسب معلوماتي أنه فتون وسعيد بيك صار لهم فترة ما بيتحاكوا. يعني الجو مناسب، أنا برأيي إنه هاي فرصة مناسبة ولازم تتحرك. مستحيل، أساساً العلاقة بيني وبين فتون خانم هي علاقة احترام وبس، نحن رفقة أكل وبس مو أكتر.
يعني أنا لبن عيران وهي صودا. طيب طارق خليكن مثل ما عم تقول، أنت لبن عيران وهي صودا. نعم سعيد بيك. ايه لساته بالسيارة، إذا بتحب أنا بوصل لك إياه. لا شكراً، مالي مضطر عليه هلأ بنوب، وبعدين قاعد ومسترخي بمكان كتير حلو. إذا بتحب وصل لك إياه معي على مطعمه العزيز بيك. ايه هيك بيكون كتير منيح طارق. طيب مثل ما بدك سعيد بيك. طيب هلأ بتحب إني مر عليك أو أبعت لك حدا؟ لا طارق، رح ضل شوي تانية هون لأنه محتاج لشوية هدوء. شوفي شو كيف كيف كيف؟ اهدى شوي خليني افهم شو صار. عن اي اخبارية وشرطة عم تحكي؟ شو عم يصير؟ تصرف بزكى لو مرة واحدة بحياتك، معقولة عم تحكي معي؟ طيب بركي كان الخط مراقب يا غبي. روح هلا ولا تخليني اني اشوف وشك. شو هالغبي هاد يا خير؟ شو الموضوع؟ عم بيقول انه الشرطة اجت على المستودع. شو عم يصير معنا؟ معناته حكي نورمان صحيح، منيح اللي عرفنا قبل ما نروح ونوقع بالفخ. طيب كيف نفد من القصة؟ شو عم يصير طاهر؟ راكان ما رح المستودع، والرجال يلي انمسكوا قالوا ما بيعرفوا ونكروا كل شي بيخصه، حتى الشرطة ما مسكوا أي دليل ضده. معناته ما استفدنا شي. مع الأسف فريد بيك، بس الشباب بعدهم عم يراقبوا ورح يخبرونا فوراً بس يوصلوا لشي. شكراً طاهر، فيك تروح. بالإذن منك.